السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي طلاب الصف الرابع في درسنا الجديد من دروس التربية الإسلامية من دروس السنة النبوية الشريفة، وعنوان هذا الدرس الدعاء في السجود. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نص الحديث وترتيب هذا الحديث هو الحديث الثالث في المقرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه النسائي في سننه. أولا دعونا نتحدث عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، كان من أكثر الصحابة حفظا للحديث، وروى أكثر من 5000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. نعيد قراءة الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم المواطن والحالات التي يكون فيها العبد قريبا جدا من ربه وهو أثناء السجود، لأن ذلك يكون الإنسان في حالة سجوده يبين ذلك أنه خاضع لله سبحانه وتعالى، تابع لله سبحانه وتعالى، ضعيف لا يقوى على شيء إلا بمعية الله سبحانه وتعالى. فهذا الموطن من التذلل ومن الخضوع يكون الإنسان فيه جدا ضعيف، وهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يدعو بكل شيء يريده في الدنيا وفي الآخرة. لذلك إن أردت حياة سعيدة في هذه الدنيا ادعو وأنت ساجد يا بني، وإن أردت حياة ملؤها النعيم وراحة البال وحفظ للأولاد وحفظ لنفسك، وتريد أن تصبح يوما من الأيام في المستقبل ذا مكانة تنفع بها الناس والمسلمين وأنت ساجد، ادعو الله لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك يا بني. طبعا أقرب، وكلمة هناك فرق بين قريب وأقرب. القريب هو القريب، يعني لكن عندما نقول فلان أقرب من فلان يعني أنه أكثر قربا، وأقرب أي أنك أقرب بالمواطن فيها أثناء سجودك لله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى معاني المفردات الكلمة ومعناها. ما المقصود بالعبد؟ العبد وهو الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن الذي يسجد ويدعو الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو طلب الحاجة من الله سبحانه وتعالى، وأنت عندما تطلب من أبيك أو من أمك أن يدعو أو من صاحبك أن يدعو لك، أي أنك تطلب منه الدعاء، أي يطلب، أي هنا بمعنى الدعاء أنك تطلب الحاجة من الله سبحانه وتعالى. طيب الآن ننتقل إلى المعنى الإجمالي للحديث. إن الإنسان المؤمن بسجوده ووضع وجهه على الأرض هو يعلن عجزه وضعفه وعبوديته، أي يعلن عجزه وضعفه. فالإنسان هو ضعيف لا حول له ولا قوة، وعجزه لا يستطيع فعل شيء، وعبوديته بذلك أنه يظهر أنه عبد لله عبد صالح، وحاجته إلى خالقه، وأنه لا قدرة له على تحصيل شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وهي أعلى مراتب العبودية. الإنسان عندما يسجد يكون في مباشرة رأسه على الأرض، لكنه عند الله يكون مرتبته عالية. ولذلك كان السجود هو الوقت الذي يستجيب فيه الله تعالى للمسلم دعاءه.
فالمطلوب يا بني على الإنسان أن يكثر الدعاء طبعا، وهو كثرة الدعاء فيه بخيري الدنيا والآخرة، أن يطلب خير في الدنيا وأيضا خير الآخرة. والله رؤوف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب، ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. فإذا كان العبد قريبا من الله كان الله قريبا منه، وهذا لا شك فيه، والله بيده كل شيء. الآن ما يرشد إليه الحديث، وهذه الفقرة جدا مهمة، خلاصة الحديث، عن ماذا يتكلم الحديث؟ الآن إظهار التذلل والخضوع لله سبحانه بالسجود أعلى مراتب العبادة، ضعها في ذهنك يا بني، أن إظهار التذلل والخضوع لله بالسجود هو أعلى مرتبة من مراتب العبادة. كذلك خلق الله الخلق من الإنس والجن لعبادته، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، حاشا لله أن يخلقنا عبثا، إنما خلقنا لعبادته. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في سورة الذاريات الآية 56. كذلك يبين لنا الحديث أن أفضل أوقات دعاء العبد أثناء السجود، يعني أن تريد الوقت اللي تكون فيه قريب من الله سبحانه وتعالى وأنت ساجد، أدع في تلك الفترة وفي تلك الحالة أثناء سجودك، إذ تستكمل فيه الطهارة، لا شك أن في صلاتك أن تكون أنت طاهرا وتصلي على وضوء تام وثيابك نظيفة وأنك متواضع وأنك معلن عبوديتك لله سبحانه وتعالى وعجزك، ولا تستطيع فعل أي شيء إلا بحول الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار يا بني عن معنى الحديث وما يرشد إليه الحديث. لو انتقلنا الآن إلى النشاط التعليمي، لماذا خلق الله؟ في السؤال الأول طبعا يقول: لماذا خلق الله الخلائق من الإنس والجن؟ والجواب في الإرشاد والتوجيه. ماذا تقول يا بني؟ لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنس والجن؟ عشان يعبدوه، لعبادته. أحسنت. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق لعبادته من الجن والإنس. ما هي الأعضاء يا بني التي يسجد عليها الإنسان؟ السؤال الثاني، أنت يا بني عندما تسجد عدد لي الأعضاء التي تسجد عليها. أولا الوش أو الرأس، ثم الجبين والأنف طبعا، واليد واليدين والركبتين والقدمين. قدمين. إذن الرأس وتعتبر في الجبين والأنف هذا واحد، اليدين اثنين، كم أصبح؟ ثلاث. والركبتين خمسة والقدمين سبعة. نعم. لماذا أحسنت وفقك الله، لماذا يكون العبد أقرب لربه؟ لأنه يعلن خضوعه واستسلامه لله سبحانه وتعالى. ماذا يفعل الإنسان أثناء السجود؟ يدعو الله سبحانه وتعالى. وماذا يقول أيضا؟ هل يقول أثناء السجود سبحان ربي العظيم أم سبحان ربي الأعلى؟ سبحان ربي الأعلى. الأعلى. كم مرة يقرأها؟ ثلاث مرات. أحسنت يا بني وفقك الله سبحانه وتعالى، وبذلك نكون قد أنهينا هذا الدرس أعزائي الطلاب، وفقكم الله تعالى ورفع قدركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.